اشتغل على وجه الزبون، اكو زبون وجهه بيضوي، اكو دائري، اكو طالاني، فانت لازم تشتغل على وجه الزبون. فبعض الحلاقين مشتغل سايز واحد، يعني ما ياخذ وجه الزبون، ما يشتغل عليه، بانه هو بباله فكره واحده، تسريحه واحده. تسريحه. يعني حتى اذا يسافر خارج العراق لا يعرفوه هذا عراقي. من هاي دائما نحكي عن النقطة انه دائما انه الشباب او حتى النساء اذا كانوا خارج العراق فراح يعرفون عراقيين من طريقة قصة الشعر بالاخص الشباب او من طريقة حلاقة اللحية. حلاقة اللحية هم يشوف دائما الشاب العراقي انه متميز بموديل معين، متميز بالصبغة، الصبغة الطبعة القوية، يعني ما يسوي نورمان شيء حلو يعني بسيط او وسط، اي صبغة قوية يعني طبعة قوية. يعني مثلا انا طالع لاسطنبول انا اكون بيك حالة ديابتي، يعني لانه بدون تحديد انا ما اسوي مثلا صبغ وتحديد وهذا، انا طالع لاسطنبول يعني. اما اروح لدبي اوكي احدد خليجي وكذا، فكل كيشين وإله ستايله.